تقع النساء في كثير من الأخطاء عند شراء أو تفصيل العباية، منها اختيار نوع القماش، عدم مراعاة شكل الجسم. هذه مرة يعني نطيح فيها صراحة، كيف تختار السيدة عبايتها بفن وأناقة؟ نتكلم أكثر عن هالموضوع مع مصممة أزياء وعبايات لميس السلطان. حياك الله لميس. أهلين حبيبتي. أهلا وسهلا. حياك لميس، قولي لنا أول شيء، كيف الوحدة تختار أو ممكن تختار العباية بشكل كذا أنيق، ما تطيح بغلطة أنه العباية مي حلوة، لونها مو حلو، مو لابق على جسمها؟ بالضبط. أول شيء أشكركم على استضافتكم لي بالبرنامج. أهلا وسهلا. طبعا بدايتي كانت في تخصصي الجامعي في دراسة تصميم الأزياء. ممتاز. بعدها تقريبا بديت مجال تصميم العبايات. حلو، جميل. لأن السوق دائما كان محتاج لهالشيء هذا. عبايات تحديدا. العبايات تحديدا، لأنه كان محتكر عن طريق عمالة يعني. صحيح. وافدة، أو كان ما يعني زي الجودة وهذا كانت مفتقدة سيئة. جدا الجودة. مظبوط. فمن هنا فكرت اني دام اني يعني درست اساسيات التصميم والاقمشة وكذا، ليه ما ابدع فيها؟ الحمد لله. عبايتك اللي انت لابستها هذه من تصميمك؟ بالضبط. مره عجبتني ما شاء الله. يسعدك. اهم شيء الزمه اللي هنا يا جماعه، يعني فوبيا معايا. طيب لميس، ما شاء الله، يعني احنا لسه كنا قبل شوي بنتكلم عن الكوادر الوطنيه اللي بتدرس تصميم ازياء وبتاخذ اساسيات على هذا الاساس يتم اطلاق مسمى مصممه عليها، انها تكون على الاقل دارسه او اخذ دورات معينه عارفه فيها ايش هي الاساسيات. احنا الان نبغى نتكلم معك عن اساسيات اللي لازم تفكر فيها اي سيده قبل تشتري عبايه او قبل لا تفسر العبايه. بالضبط. اهم شيء على المصممه لازم تراعي اشياء مهمه زي في التصميم، زي مثلا لون البشره. حلو. شكل الجسم. القصه لازم تكون مناسبه لشكل الجسم. يعني المصمم الناجح لازم يشوف يراعي شكل الجسم، لون البشرة، علشان غير كذا جودة الأقمشة. في أقمشة ما تنفع للأجسام الممتلئة. صحيح. في أقمشة تنفع للأجسام النحيفة. صحيح. غير كذا أن عندك مثلا شكل الجسم، في قصات تعطي من تعطي يعني جمال. ويقدر المصمم الناجح أنه يخفي العيوب عن طريق التصميم. صح. ويبرز ملامح الجسم عن طريق التصميم ايضا. واختيار القماش كمان جدا مره مهم. يعني زي ما شايفين الموديل لابسه عبايه يتهيألي من قماش مخمل. نعم. كانت. نعم. والقماش الخمري اللي اعتبره القماش الفخم طبعا والراقي. هذه كانت في الشتاء طبعا، من الكوليكشن حق الشتاء. حلو الزم اللي في الاكتاف. بالضبط. عطى كذا شكل. هذا الموديل انا اخذته علشان يناسب الاجسام النحيفه، بحيث انه ما يظهر اليد منسدله او شيء مع الاقمشه. فحبيت انه يكون على الاكمام. حبيت كمان الطرحه ونوعيتها زي ما ذكرتي، يمكن اللي مسيطر في السوق العماله وتصاميمهم الغريبه والاقمشه السيئه. بالضبط. اللي موجوده، وكان واللي مسيطر في السوق واحد نوع قماش الليزر حق الطرح. بالضبط. اللي هو جدا مزعج ويتزحلق، ودائما اقول انزل السوق ادور اقول فين شيلاتنا والاقمشه القطن والاقمشه الثانيه، يعني ما بنشوفها. يقول لك لا، هذا اللي موجود في السوق. لا، احنا احتياجاتنا مو بس هذا اللي في السوق. بالضبط. يعني زي هذا، انت مستخدمه قماش الطرحه اللينن قطن اللينن. ايوه، يعني احنا نحتاج زي كذا اشياء منوعه ومختلفه. يعني بالضبط، هي شيء اساسي صراحه الابراز. مثلا لما تكون التصميم بسيط وناعم، لازم ابرزها بطرحه غير الشكل او غير اللون، وبنفس الوقت انها تبرز شكل التصميم بشيء ناجح. صح. طيب في الاختيار العبايات، يعني كلنا يعني اغلبنا يطيح بالشيخ، بلاش نقول كلنا، ما تعرف الاشياء المناسبه لها. يعني انا عجبتني عبايه بلبسها وبمشي وخلاص وانتهينا كذا. بالضبط. هذه كثير. ابغى اعرف كيف، ايش اساسيات اختيار العبايه؟ لها اساسيات ولها قواعد. بالضبط. اساسياتها هي اساسيات التصميم، ان شكل الجسم، غير كذا الاقمشه، لون البشره، العمر بعد يلعب فيه دور مهم. مع العبايه كمان؟ بالضبط، لان في احيانا اقمشه وعبايات مثلا الوان الرينبو والاشياء الفرايحيه هذه كلها، هذه تكون مثلا افضل للبنات الصغار. ايوه بالضبط. لكن لما تكون الانسانه كذا بالعمر كبيره او شيء،
تحب تكون تظهر شخصياتها الأنيقة بنفس الوقت البسيطة بس بشخصيتها، لأن العباية دائما تظهر شخصية الشخص. وبعدين في فكرة غلط مأخوذة عن البنات السعوديات أنهم يحبون العبايات الماسكة واللاصقة، هذه فكرة غلط مرة. احنا نحب العبايات بالضبط الفضفاضة، هذه أبدا، احنا ما نلبس عبايات مربطة ومخصرة وأشياء زي كذا، هذه فعليا هذا حنا فعلا. لا ما في هالشيء هذا، يمكن هذه اللي اخترعوها العمالة الوافدة اللي كانوا كذا، لكن كإنسانة كذا مظهرها حلو كذا، لا أحس أن العباية الواسعة الفضفاضة هي اللي تعطي جمال. جميل. طب لميس خليني أستشيرك في بعض أنواع العبايات. شو انا ما اعرف المسميات، ولكن في عبايه اعتقد اسمها فراشه زي اللي تكون ماسكه كذا. ايوه بالضبط، كلها واحد او شيء زي أيوة. كذا. هذه العبايه مثلا ابغاكي تقولي لي اسم عبايه او نوع تفصيل حقها، ايش تناسب مثلا من اجسام؟ طبعا هذا مسماها البشت. البشت البشت طبعا هذه لها قصه معينه، اللي انها يكون القصه تكون مربعه مربعه. هذه مره جدا حلوه وبسيطه وانيقه وتعطي فخامه. سواء انا حطيت عليها ستراس مثلا، نختار منها اللون، مثلا اللون قصدي قماش اللينن مثلا، ونضيف عليها ستراس أو نضيف عليها الزري، حلو يطلع مرة فخم بنفس الوقت بسيطة. تمام. بس تناسب أي أجسام؟ جميع الأجسام. جميع الأجسام. لكن القماش مثلا إذا كانت السيدة ممتلئة، قماشها لازم يكون مو يعني واقف أو كذا مثل الشانتون والأشياء، لا لازم يكون منسدل. ايش ذا الشيء الجميل؟ يعني حتى بنشوف العباية الثانية ويبدو انها كولكشن صيفي اكثر. بالضبط. برضه لفت نظري الطرحة، اهنيك على اختيار الطرح، يعني برضه جميلة وحلوة. كلميني عن هذا الموديل. الله يعطيك الف عافية. برضه هذا الموديل لقماش لينن طبعا، من الأقمشة الصيفية. اخذت هذا اللون لانه هو يعني اللي بيكون ان شاء الله بالكولكشن حق الصيف. الالوان البيج والاوف وايت وايضا السماوي الفاتح والوان الاصفر الفاتح. هذه الوان الصيف اللي جالسه اشتغل عليهم ان شاء الله الكوليكشن الصيف. خلص الكوليكشن حقك ولا لسه باقي؟ لسه باقي لسه، لاني طيب. جالسه اشتغل على جلابيات في رمضان باذن الله. باذن الله باذن الله. مراحل، ترى حتى العبايات رمضان مراحل. بالضبط. مرة جميلة. هي كذا جلابية على عباية بس يعني تطلع يعني انيقة. بالضبط. هي عبايات السحور. بالضبط. الاستقبال. ايوه الاستقبال كانت مره حلوه، فان شاء الله نشوف الكوليكشن حقك. اوكي. يعني هي الالوان الدارجه هذه الالوان الهاديه، لكن مثلي انا احب الالوان بالعبايات. اعرف انها مش دارجه، لكن هل ممكن تمشي على ذوق الزبونه؟ ممكن، كل زبونه لها ذوقها الخاص. يعني في احيانا الناس تيجي تقول انا ما ابغى مثلا الاوف وايت، بس هو يناسبها من وجهة نظري، بس على ذوق الزبون اللي تبغى اللون يتغير. فعلا بالضبط. حلو. يعني انا بصراحه انا قاعده افكر في العبايه. فعلا فعلا مشاهديني قاعده افكر في العبايه صدقوني. بس ابغى اسالك كمان الحين، الكوليكشن اللي احنا جالسين نعرضها هي الكوليكشن اللي لسه ما نزلت. بالضبط. يا ربي. لسه وباقي، يعني باقي بعد. لسه لسه. طيب كمان حاجه مهمه، تكلمنا عن اشكال العبايات او مسميات العبايات اللي تناسب الاجسام، هنتكلم عن الالوان كمان في العبايات. يعني احنا دائما متعودين على اللون الاسود، وبصراحه انا احس في العبايه اللون الغامق يعطي فخامه اكثر. صدقيني انا احب الالوان زي رندا، يعني ليس انه يعني ضد فكرتها او وراها، انا احب الالوان، ولكن احس في العبايه اوقات انه لا، هلبس الغامقه افضل في هذه المناسبه. ليه؟ لان الاسود ملك الالوان. انا بالنسبه لي كمصممه هو دائما موجود عندي، يعني ما استغني عنه حتى لو نزلت الالوان وكذا. لان لما انت تطلعين في مناسبه رسميه او مثلا استقبال، بتكونين بالزي الاسود بيطلع يعني شكله احلى. بس برضو عارفه كنت ابغى اقول لك لمسه، اكمل لك سؤالي، انه في عبايات يعني اللون الاسود تصميم عبايات بالضبط. معينه اللون الاسود فيها مش حلو. اكيد. والعكس
أكيد صحيح؟ فعلاً. يعني مو أي عباية لونها أسود بتطلع، لازم تنتقينها بالأقمشة. صحيح. لازم تكون الأقمشة فخمة. صح. لازم يكون التصميم فخم بنفس الوقت أنيق وبسيط. هذه اللي تظهرين فيها طبعا بالمناسبات المسائية أو جميل. الاستقبالات أو الرسمية اللي هو بالأسود بالضبط شيء. الأسود العنابي برضو يعني الأشياء الكحلي الغامق برضو. لميس يعني بيشوف كمان هذه العباية مدخلة فيها اللون الأسود مع الأبيض بطريقة جدا ناعمة وأنيقة وبسيطة. يعني بدي أركز على موضوع بفعل الموضوع ده مضايقني، أنتوا المصممات السعوديات اللي بتدرجوا هويتنا الوطنية وثقافتنا وتراثنا في عبين اللي هي حقتنا، ليش ما تسيطروا على السوق؟ دايما تكون هذه التصاميم اللي اشوفها اللي ابغاها. طب انا اشوفها البنات السعوديات هم اللي بيصمموا. لا بس لا العبي. لا معلش، انه اغلبنا لما تنزل السوق كل العبي زي بعض وكلها مصمم من شخص واحد وبيروح يجيبوا لك هي وهي نفس الشيء. يعني ليه ما اشوف انتوا بناتنا بنات السعوديه هذه عباياتنا حقتنا، انتوا تكونوا مسيطرين على السوق، ايش المشكله انكم انتوا تسيطروا على السوق بهذه التصاميم الجميله اللي تتفهمنا وتفهم ثقافتنا، هذه النوعيات من الطرح اللي عمليه اكثر ما تتزحلق جدا. أيوة. لاني نزلت دورت يا رندر، دورت في كل المحل، اقول معقوله محلات العبي كلها نفس الطرح الليزر بالضبط نفسها. طب ليش انتم ما يعني تكونوا مسيطرين على السوق بتصاميمكم الجميله دي بالفخامه الاقمشه هذه بالنوعيات الاقمشه دي، حتى لو السعر اغلى شويه لكن حاجه بتدوم وحاجه جميله جدا. باذن الله انا جالسه اشتغل حاليا، نشتغل باذن الله على معرض يضم كل من جميع مصممات السعوديات. ما شاء الله. علشان من الفكره اللي جتني في تصميم طبعا العبايات ان مثل ما قلت لكم العماله اللي كانت موجوده يعني ومكتسحه السوق، ولكن ما كان في جودة في الأقمشة ولا كان في يعني تصاميم أو كلها. أنت حتلبسين عباية حتلقي صاحبتك عليها العباية، كيف التميز؟ طيب لا، وكلنا صرنا نشبه بعض، كل العبي صارت تشبه بعض كأنه هي دي بس ثقافتنا اللي هي ده الشكل حق العباية. ممكن أقول كمان حاجة، أضيف حاجة، أنه ممكن تشتري عباية من مصممة بعد شوية تلاقي السوق وبسعر اقل وبخام اوكي اقل وجوده اقل، بس نفس عباية. طب ليه نفس عبايتي انا تعبانه ودافع فيها فلوس؟ سجهرين من جد. فيعني كمان هذه الامور من جد مستفزه. انا بصراحه اتمنى يعني ان كوادرنا من جد السعوديه يكون لها محلات تصميم او محلات خاصه فيهم براندات، يعني يجمعهم مركز واحد، يجمعهم مول معين يكون فيه. يعني كنت انا اصلا بالبدايه كنت اتمنى هالشيء هذا بس ما كان موجود، فالحمد لله الآن الحين جالسة أشتغل عليه بإذن الله. جميل. وراح أجمع جميع مصممات السعودية بإذن الله يد واحدة لحد ما نوصل للعالمية. وإحنا معاك يا رميس. وإحنا أكيد معاك ومدعم. شوف الجمال والأناقة، يعني هذا لينن أخضر مع الكحلي بالضبط. حتى من وراء في ممكن تدوري من وراء في مدار جدا بسيط. واو. ايش الجمال ده؟ هذا هو الابداع والاناقه والجمال. انا حسيت كمان لميس انت قاصده ولا هو انا متهيئ لي انه انت مطوله من قدام مطوله من وراء العبايه. أيوة. ومقصره من أيوة. واو أفضل. يعني في لمسات بسيطة أسويها بس أنها تعطي يعني موديل للتصميم. يعني شكرا لك يا لميس، شكرا على هذا الإبداع والجمال، وإن شاء الله نشوفكم مسيطرين. تسلمين. الله يسعدك يا رب. شكرا لكم مشاهدينا. قبل ما نختم معاكم نترككم مع كليب بكلمات سعد الحافي ولحن وأداء سعد الدوسري، وبنكون ختمنا حلقتنا معاكم لليوم. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الموعد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.